نعم، بما اننا نهضروا على البوز، على لو بوز وكل شيء تيقلب على البوز، ولو بوز راه ماشي خايب، كاين لو بوز نيجاتيف وكاين لو بوز بوزيتيف. حنا بطبيعه الحال مع لو بوز بوزيتيف وهضرنا على القنوات ديال يوتيوب. فاطمه زهره تكلمنا ودردشنا قبل ما نبداو هذا اللايف، هذا تكلمنا على القنوات وصحابه روتين اليومي، وخصوصا على الفيديو اللي خرج مؤخرا ديال ديك السيده هي وبنيتها، ديك المراكشيه. ضرك خاطرك ما عجبكش، قلتي خصوصا انك انت كتمثلي القفطان المغربي خارج الديار المغربيه، كيفاش هادوك الناس كيبانوا لينا هكا؟ وبغيتي توجهي رساله لهاد الام اللي عندها بنات قاصرات. نوجه ليها رساله، لان هي قالت لك الفقر اللي خلاها دار هكا ياك. نعم، غنقول لها اختي راه كتقدر درهم ديال الحلال حسن من واحد شحال ديال الحرام. راك فاش كديري هاد روتيني اليومي بواحد الطريقه اللي هي مخله للاداب، اول شيء كتسيئي للمغرب كوطن، كتسيئي للمرأة المغربية كمرأة، لمرأة واخا ما كاين حتى شي واحد مازال ما خلقش لينا ابدا، مستحيل. ولكن هاد النوع يعني، وكديري هاد الشيء يعني باش تقول لك كتشوه واحد الصورة ديال راسها، ماشي ديال نفسها. نعم، ديال نفسها فقط. وكلهم هادو اللي كيديروا روتين كيشوهوا نفسهم وما كيمثلوا نفسهم، لا يمثلون المرأة المغربية بطبيعة الحال. يعني هي كدير هاد الشيء من اجل المال او من اجل مال الادسنس. فكنقول لها مالك يعني، الا كنتي كتاخدي راه مال حرام بالنسبه لي انا، لك انك كتاخدي بواحد، خصوصا يعني انها كتخرج قاصرات كتستغلهم اليوم بناتها بداك اللباس الفاضح. يعني راك شفتي انت كل شيء على عينك. نوجه لها رساله. كنقول لها اختي حنا اليوم حيين، وحنا غدا ما عارفينش واش غنبقاو حيين ولا غادي نموتوا، يعني الموت دائما حدانا. فديري اختي باش تلقي الله وتقي الله في بنيتك، ديري ليها شي حاجه زوينه في حياتها، قدري تغيري المحتوى ويتفرجوا فيك الناس، ومحتوى يكون زوين، ديروا طبخ، ديروا فلوغات اللي هما محترمه، واكيد ربي غادي بالعكس ربي غادي يرزقك اكثر واكثر واكثر. اما انك اختي تبقاي ديري شي حاجه اللي هي مخله للادب وكتسيء لنفسك ولبنتك، وبنتك يعني حتى انك غتحرميها من الزواج، من وليدات، من